مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي تلفزيون سي بي سي من دره المتوسط مدينه العالمين الجديده. بنواصل نقل فعاليات مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه واللي بينعقد تحت شعار العالم عالمين. الفعاليات مستمره ومتواصله، بل ان يوم ورا يوم الفعاليات بتزداد سخونه واثاره، خصوصا بعدما اشعل الميجا ستار عمرو دياب حفل الامس هنا في اليو ارينا في مدينه العالمين وضمن مهرجان العالمين الجديده وبرعايه هيئه الترفيه السعوديه. عمرو قدم مجموعه كبيره من ابرز اغانيه، منها يانا يا لا، ده لو اتساب، وانت الحظ، وده اللي خلى الجمهور يتفاعل معاه بشكل كبير. وكان الحفل كامل العدد، هناك كان الاف من الحضور والزائرين في حفل عمرو دياب، وهو الحفل الموسيقي الابرز ربما في مهرجان العالمين الجديده حتى الان. الى ذلك تتواصل ايضا الفعاليات، هناك انطلق معرض تنميه الاسره المصريه، المعرض اللي بينظمه المجلس القومي للمراه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبيضم أكثر من 90 عارض وعارضة بيقدموا منتجات للتريكو والمكرمية وغيرها، وبيهدف المعرض لتوفير المزيد من الفرص التسويقية. أيضا تتواصل العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والموسيقية والغنائية هنا في مدينة العالمين. هذا كل ما لدينا الآن، نعود إليكم مجددا في رسائل أخرى.